جيل من بعد جيل يسلم راية الانتماء والحب والفخر لهذا الوطن. 1-0 عن طريق هازار في 6 دقائق. لوكاكو كونترول واخرج الكرة. اش تعمل ضربة جزاء كان يكلفها فاروق المصطفى. في من الاول فاروق عنده الرياكسيون متأخرة شوية. لا كان فما كونتاكت، كان فما ينجم يعمل ضربة جزاء ثانية. مرة سليمة من فخرت وكرة خطيرة والفريق البلجيكي والركنة تونس تهدي المباراة لبلجيكا. الأولاد لعب برشا على المستوى الممتاز، يعني في الشعرة اللاعب يفقد التركيز ويأتي في هدايا هدايا. هي خرجت ممكن مفاجأة. يمشي الخزري والكرة العيدة، كرة بعيدة من وافي الخزري. اضرب يا فرجاني ضاعت كرة التعادل يا فرجاني. الأور نحبه على طريق الترديلي. يا كرة تمشي. كرة خزري واحدة وابيلي مش ممكن. تيبو كورتوا بيدي الالباتروس يوقف كرة خزري. تونس تمشي كرة خطيرة لدبالك. يا فاروق برا بدعوات الصالحين، بدعوات كبراتنا. يا خزري والكرة ضاعت. كرة سيئة جدا في التعامل بها مع النواب الخزري. احنا هنا في الملعب كانت على الجهة اليسرى، كانت فما عندنا شانس تلعب في الكونتر اتاك بسرعة. شوت اضرب الروش حلوة باية لونشينمون. توقيفه بالزدر ويلف الكرة باليمين لونشينمون باية، ولكن كان ناقصها انها تكون كادري باية. سخيري اختينا برشا فرصة كبيرة على طريق كيفن دي بروين. مرة سلامات من الطفل الله، مرت سلامات من الطفل الله. يا سخير يا ضيف، فما فاول اسمه تكتيكي، فما هز وولفرو اسمه يدخل في خانة التكتيكي. شمامك مونيه يخرج كورة والهدف الثالث. زوز هدايا من علي معلول، والروميلو لوكاكو يخرج من عرش الكوتش. نبيل معلول فاش يستنى، يدخل حدادي، دخل اي واحد. خلاص واضح انه مش في جو مونديال علي معلول. مش ممكن يعني كورتين من علي هذه الطريقة اخطاء فردية. 30 ثانية حكمت فينا وحكمت في المباراة. الآن تقريب مستبعد جدا لكي لا أقول بهذا الأداء شبه مستحيل أنك ترجع مع فريق بلجيكي قوي جدا، ولكن لعب على أخطاء. نقولها حقيقة بلجيكا استغلت أخطاء. شكرا للزميل هشام الخلصي هنا من استاد المباراة في ملعب سبارتاك موسكو. الشوط الثاني على بوابة الانطلاق. الفريق التونسي 1، هدف ديلان برون. الفريق البلجيكي 3، ثنائية روميلو لوكاكو. وهدف البدايات كان من ضربة جزاء ايدن هازار. لوكاكو كيفن دي بروين خطيرة وفرصة أخرى. يسبق الدفاع ويشوط كرة قدام حمدي النجاز. حاليا يرجع وابي الخزري، فرصة وبعيدة الكرة على علي. كرة بعيدة على الفريق التونسي وكرة بعيدة على التونسي. يبدا الشوط الثاني جول والهدف الثاني يضيع. فرصة الهدف الثاني. المنتخب التونسي خطير جدا. فما راي صفارة، فما تسلل. يمشي كرة بدري شوط كرة والحارس كورتوا كان بإمكانه يلعب مع وابي الخزري. كان بإمكانه يلعب للمنتخب التونسي عن طريق وابي الخزري. على الأقل بلجيكا تربح تونس 5-2 بهدف الخزري الثاني. تنتهي المباراة. تونس لقات روحها مقارنة مع الماتش الأول هجوميا، خلقنا فرص، سجلنا 2، ولكن المشكل الدفاع ما فماش. هازار سجل دوبلي، لوكاكو دوبلي، وبات شوية الخامس، بينما برون